عشاق الرعب في كل مكان، كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدين لمشاهدة فيديوهاتنا المختارة المليئة بالرعب؟ أهلا وسهلا بكم في قائمة 5 فيديوهات مرعبة لهذا اليوم، فلنبدأ. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. جايز، لطالما سمعنا أشخاصا شاهدوا فتيات أو نساء مرعبات في وسط الظلام على جنبات الأودية والشواطئ وجنبات الطرق. في هذا الفيديو تظهر فتاة الحقد كما سميت في منزل مهجور في باكستان. التقطت هذه المشاهد من طرف مغامر في يونيو من عام 2021. كان صاحب الفيديو يصور هذا السلم الخرساني والظلام يحوم من حوله في كل مكان. تظهر الفتاة تحت الدرج ترتدي ثوبا أبيض وشعرها داكن يغطي وجهها المخيف. تبدو وكأنها تسبح في الهواء، تطير ولا تمشي، تختفي في الظلام. المصور يصاب بالرعب ويصرخ من شدة الفزع والخوف. إنه أمر مرعب أن ترى مخلوقا بهذا الشكل. فجأة تظهر الفتاة وكأنها تطير متسللة إلى الطبق الثاني وتختفي تماما. يبدو أنها اخترقت السقف من فوقها واختفت في مكان مجهول. هل هذه الفتاة تملك قدرات خرافية أم أنها فعلا شبح أو شيطان كما ظن معظم المعلقين؟ اترك لنا رأيك في التعاليق. تم نشر هذا الفيديو على تطبيق تيك توك من طرف أحد الأشخاص. يبدو أنه لطفل صغير ينظر إلى حوض مائي ضخم باستغراب شديد. على ما يبدو إنه يرى أشياء غريبة خلف زجاج الحوض. بينما يشير إلى الزجاج، التفت والده إلى اللوحة الوظيفية ليرى نوع الأسماك الموجودة داخل الحوض. لا معلومات مهمة كتبت. فجأة سمع صوت قوي ثاقب للأذن. ما هذا المخلوق الغريب؟ يبدو كرجل الماء يتواصل مع الطفل كأنه يعرفه مسبقا. الطفل لا يبدي أي ردة فعل رغم أن المخلوق غريب يشبه كائنا فضائيا أو ما شابه. تتوهج أعينه، لونه الرمادي وشكله الذي يجمع بين الأسماك والإنسان. لا أعرف بما أشبهه غير أنه مخلوق فضائي أو من الخوارق. كيف ترى هذا المخلوق؟ يظهر في هذا الفيديو الذي انتشر على تيك توك لسيدة منشغلة في ترتيب ديكور لحفلة الهالوين، ترتب الجماجم على السياج والأبواب لتضيف منظر الرعب لحفلتها. تحاول السيدة وضع الجمجمة كباقي الجماجم في اتجاه واحد، لكن يبدو أن الجمجمة ترفض ذلك. في كل مرة تثيرها ثم تعود لتلتف إلى الخلف من جديد. التفتت إلى الكاميرا كأنها تبتسم. هل هذه خدعة أم مبالغة من صاحبة الحفلة؟ فعلا منظر الجماجم مخيف دون أن تتحرك، فما بالك لو تحركت؟ أحيانا نعتقد أن كاميرات الأمان تجعلنا في مأمن عن الخطر. في هذا المقطع الذي أخذ بإحدى كاميرات المراقبة المنزلية يحدث أمر غريب. هل تسمعون صوت التسجيل؟ غريب أليس كذلك؟ يقول صاحب الفيديو أنه ظن أن أحدا يريد التسلل إلى منزله، ولكن لماذا هذا الصوت؟ ما هذا؟ في بداية المشهد لما كان الكلب يحاول النهوض من الأريكة سمع صوت يهمس: اركض، ساعدني. ظننت أن الكلب هو من يصدر الصوت كما ظن ذلك معظم المعلقين،
لكن لم يتوضح لي مصدر الصوت. يقول صاحب الفيديو أنه منذ أن قطن بهذا المنزل وهو يلاحظ أشياء غريبة كاحتراق بعض الأشياء وكاميرا المراقبة الخاصة بمنزله، مما جعل الجميع يعتقد أنه هنالك أحد يسعى لزرع الرعب فيهم. فماذا تعتقد أنت؟ هل حدث وشاهدت كلبا يقوم بسلوك غريب؟ أخبرنا في التعليق. هل أنت من الأشخاص الذين يخافون دخول الغابة ليلا؟ هذا الفيديو قد يؤكد لك صحة مخاوفك. تم نشر هذا الفيديو في مايو من عام 2021، حيث انتشر كالنار في الهشيم في موقع اليوتيوب. يدخل محقق الظواهر الغامضة والغريبة إلى إحدى الغابات التايلاندية بحثا عن مخلوق غامض يقال أنه يطارد الماشية، بعد أن تلقى عدة إشعارات من القرويين الذين يقولون أن الوحش الغامض يولد من العدم. فور تعمقه في الغابة يبدأ بسماع أصوات غريبة وهمهمات مخيفة. يستمر المحقق في التحديق جيدا بين الشجيرات ثم يقترب من مصدر الصوت. إنه وحش، هل ترون تلك الأظافر الطويلة؟ ينعكس لونها الفاتح في الظلام بينما يبقى جسمه مموها. يظهر الوحش الغريب الذي يشبه الغول في ثقافاتنا العربية، يبدو وكأنه يتجهز للهجوم. يظهر الرعب على المستكشف ويبدأ بالصراخ، ومع ذلك يستمر في التقاط الصور للمخلوق الغريب. أنا تخيلته كالغول الذي لطالما أرهبتنا به أمهاتنا وجداتنا، فكيف يبدو لكم؟ كانت هذه لائحة 5 فيديوهات مرعبة لهذا اليوم. أخبرونا أي فيديو أصابكم بالرعب أكثر، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم جديد فيديوهاتنا دائما. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.